السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله الفيديو ده هنشرح فيه الجزء الثاني من اول درس، هو الدايمنشن فورمولا او ام ال تي. كنا قلنا ان الفيزيكال كوانتيتي في منهم نوعين، او النوع اللي هو الفاندامنتال او الاساسي، تاني نوع الدرايفد. مين الاساسيين او ايه الفاندامنتال؟ ده كان الماس واللينس والتايم. الماس كان بالكيلوغرام، واللينس كان بالميتر، والتايم كان بالسكند. اي حاجة غير التلاتة دول تعتبر ايه؟ تعتبر درايفد. طب كان ايه تعريف الفاندامنتال؟ اللي هي حاجات كان نوت بي ديفايند، ما اقدرش اعرفها او ما اقدرش اقولها باي يونت تانية، لكن الدرايفد كان بي ديفايند بيونت تانية. زي مين مثلا؟ زي السبيد. السبيد كلنا عارفين ان هي متر بير سكند، فاستخدمنا المتر والسكند. الاكسلريشن متر بير سكند سكوير. الفورس بالنيوتن. الورك او الانرجي بالجول، وهكذا. وما ننساش ان اللينس ده كان لينس، وويتس وهايت كلهم بالمتر، ريديوس ودايامتر وسيركمفرنس كلهم بالمتر، والديستانس والديسبليسمنت كلهم بالمتر. يبقى ما تجيلك اي حاجة من التمانية دول، هما اخوات اللينس بالظبط، هما لينس بالظبط بالمتر، فهم يعتبروا فاندامنتال مش درايفد. طيب ايه ربط ده بالدرس بتاعنا بتاع النهاردة او الجزئية بتاعت النهاردة؟ ان هنستخدم حاجة اسمها الدايمنشن فورمولا، والدايمنشن فورمولا دي هي ان انت هتكتب لي اي حاجة بمعرفة الماس واللينس والتايم اللي هما الفاندامنتال. طيب كيونت الماس قلنا بالايه؟ بالكيلوجرام، واللينس بالميتر، والتايم بالسكند. لكن كدايمنشن بناخد اول حرف من كل واحده، يعني الدايمنشن بتاعت الماس ام، والدايمنشن بتاعت اللينس ال، والدايمنشن بتاعت التايم تي. طيب استفاد بيهم ايه دول؟ مثلا لما اجي اقول لك الفيلوسيتي او السبيد، هتقولي اليونت بتاعتها ايه؟ متر بير سكند. تتكتب كده او بتتكتب كده، او بتتكتب متر سكند. ازاي يا عم؟ احنا كنا خدنا زمان كده في الماس ان مثلا اكس اوفر واي باور 2 ينفع تتكتب اكس اوفر واي باور نيجاتيف 2. الحرف اللي تحت او الحاجة اللي تحت طلعت فوق، بس عكسنا الساين بتاعت الباور، بدل ما هي بوزيتيف 2 بقت نيجاتيف 2. يبقى انا تحت هنا السكند كان باور 1، ينفع اطلعه فوق بنيجاتيف 1. دي صح ودي صح ودي صح. طيب ممكن اقول لك حوله لي دايمنشن، تقول لي اه المتر ده لينس والسكند ده تايم، بس لازم تطلع لي التايم فوق باور نيجاتيف 1. لازم تتكتب كده، ما ينفعش تتكتب كده. طيب ناخد امثلة كتير بقى عشان نفهم الكلام ده. ادي متر بير سكند سكوير، اللي هي مين؟ الاكسلريشن. ينفع تتكتب كده وينفع تتكتب بالبير. يبقى اما تشوف علامة البير ده، اللي بعد البير هو تحت مش فوق، اللي بعد البير هو تحت مش فوق. طيب واللي تحت ده ينفع طلعه فوق بعكس الباور. يبقى الدايمنشن بتاعت حضرتك ال اللي هي المتر، والسكند اللي هي تي باور 2، ودي لازم تطلع فوق تبقى باور نيجاتيف 2، تتكتب كده. طيب حاجة زي الفوليوم والاريا. الفوليوم كنا قلنا متر باور 3، لكن الاريا متر باور ايه؟ باور 2. يبقى الفوليوم لينس باور 3، والاريا لينس باور ايه؟ باور 2. طيب لو قلنا الدينستي، احنا قانون الدينستي قلناه المره اللي فاتت، وحتى اتحل في الواجب كذا سؤال عليه. يبقى القانون بتاعه لازم تفضل حافظه، ماس اوفر فوليوم. كيونت الماس بال كيلوغرام، ولسه قايلين الفوليوم بالمتر ايه؟ باور 3. ينفع يتكتب كده وينفع يتكتب كده بالبير، وينفع كيلوغرام واطلع المتر بس اعكس الباور. طيب تتكتب كدايمنشن، الكيلوغرام ده ماس، والمتر ده لينس باور نيجاتيف 3. عندنا امثله ايه تاني؟ ممكن مثلا
السؤال يجي كالتالي، يقول لك الفورس is product of mass and acceleration. ايه الكلام ده؟ جاي بيقول لك الفورس is يعني equal product يعني multiply بتاع الماس والاكسلريشن. هو جاي يقول لك قانون الفورس وعايز اليونت بتاعت الفورس. طب ما انا عارف ان اليونت والدايمنشن بتاعت الفورس اللي هي نيوتن. لا، هو دلوقتي عايز يعرفك نيوتن دي ايكوال ايه بالفاندامنتال يونتس. الماس كده كده هنشيله ونحط كيلو جرام، والاكسلريشن هنشيله ونحط متر بير سكند سكوير. ممكن تتكتب كده او تتكتب كيلو جرام متر وسكند سكوير تحت. قلنا اللي بعد علامة البير تحت، لكن اللي قبل علامة البير ايه؟ فوق. طيب لو عايز تطلع السكند فوق يبقى تطلع بار كام؟ نيجاتيف 2. طب بالنسبة للدايمنشن، الكيلو جرام is mass والميتر ده لينس والسكند ده تايم بس بار 2. هنسيبها كده. لا، لازم تبقى MLT. التي ده 2 تحت يطلع فوق نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 2. يبقى دي الدايمنشن ودول اليونت. الكلام ده لازم اما تعمله مرة واثنين وتلاتة يتحفظ. يعني اما اجي اقول لك الفورس ايه، هتقول لي دي نيوتن اللي هي كيلو جرام متر بير سكند سكوير، او اللي هي ام ال تي نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 2. طيب اجي اقول لك مثلا الورك، جي قال لك الورك ده برضو is product، وخلاص عرفنا product دي يعني multiply product of force and displacement. يعني الورك equal الفورس في displacement. الفورس عرفنا ان هي كيلوغرام متر بير سكند سكوير، والديسبليسمنت دي متر. طيب كيلوغرام هتنزل زي ما هي، متر ملتبلاي متر هتبقى متر بار 2، والسكند بار 2 هتفضل تحت. عايز تعملها كيلوغرام متر سكوير بير سكند سكوير شغال. عايز تطلع السكند سكوير فوق، اهم حاجة بس في دوت هنا، هتطلعها بس تبار نيجاتيف 2. طيب كدايمنشن الكيلوغرام is mass والميتر is length والسكند is time power negative 2. ده كده الورك او الانرجي، لان الاتنين بالايه؟ الاتنين بالجول. مفروض الكلام ده يتعمل مرة واتنين لحد ما يتحفظ. وخد بالك انت مفروض دلوقتي حافظ ان الفورس بالنيوتن، والنيوتن ده كيلوغرام متر بير سكند سكوير، او اللي هو ام ال تي نيجاتيف 2. وحافظ كمان ان الورك والانرجي بالجول، والجول ده طلع كيلوغرام متر سكوير بير سكند سكوير. فلو ركزت كده الفرق ما بين النيوتن والجول، هتلاقي ان ده متر بار 1 لكن ده متر بار 2. يعني ده ام ال بار 2 تي بار نيجاتيف 2، لكن هنا ال كام؟ باور 1. بالكمباريزون هتلاقي نفسك عارف تحفظ اسرع. يجي يقول لك البريشر، البريشر ده اللي هو الضغط is quotient. quotient يعني ايه؟ يعني الديفيجن، الديفيجن بتاع force and area. يعني البريشر اللي هو الضغط force divided area. ركز بقى معايا كده هنكتب ازاي اما تبقى حاجات بالديفيجن. الفورس لسه حافظين ان هي كيلوغرام متر بير سكند سكوير. انا كتبت الفورس وهي فوق، كتبت حاجتها اللي فوق فوق واللي تحت تحت. ناقص لنا الاريا، ودي موجوده تحت فاليونتس بتاعتها تفضل تحت. طيب وبعدين المتر ده هيتشطب مع المتر اللي تحت، لان في متر فوق وفي متر ومتر تحت، هيبقى لك كيلوغرام وسكند سكوير تحت وميتر تحت. دي تتكتب كيلوغرام بير متر سكند سكوير، ده اللي فوق ودول اللي تحت.
طيب ينفع الكلام ده يطلع فوق؟ اه، تبقى كيلو جرام وميتر، بدل ما هي باور 1 تحت تبقى باور نيجاتيف 1، وسكند تبقى باور نيجاتيف 2. طب كدايمنشن ادي ام ال تي، الماس بالكيلو جرام والميتر باللينس، يبقى ده نيجاتيف 1، والسكند تايم يبقى ده نيجاتيف 2. يبقى الملتبلاي والديفايدد بتتعمل زيها زي الماس. الملتبلاي بنعمل بلس للباور، وفي الديفيجن في الديفايدد بنعمل ماينس للباور. ده ما تنساهوش عشان هنحتاجه كتير. هنيجي دلوقتي نقول القوانين بتاعت الدايمنشن فورمولا. في 3 قوانين. اول قانون بيقول لك ان اي نيوميريكال فاليو، يعني ايه نيوميريكال فاليو؟ يعني اي رقم، اي رقم ملوش يونت فهو بيتقال عليه ان هو يونتلس، وملوش دايمنشن يعني هو دايمنشن لس، وهنعرف في الدرس الجاي ان شاء الله ان هو ملوش ايرور. اشهر ارقام مثلا انت تلاقي هاف، تلاقي تو، تلاقي اتنين وربع، اي رقم. واشهر حاجة فيهم خالص اللي هي الباي، اللي هي 22/7. كل دول ملهمش دايمنشن ولا ليهم يونت. يعني مثلا لو جيت اقول لك الفوليوم بتاع السلندر، قانون انت حاجة حافظه، باي ار سكوير في الهايت. لو جيت اقول لك اليونت هتقول لي الباي دي ملهاش يونت عشان ده رقم، الراديوس ده بالمتر والهايت بالمتر، فهيطلع لحضرتك متر بار ايه؟ متر بار 3، لا دايمنشن لينس بار 3. لو جيت اقول لك مثلا ان الكينيتيك انرجي قانونها هاف الماس في الفيلوسيتي بار 2، وقلت لك عايز اليونت هتقول لي الهاف دي ملهاش يونت. ونيجي نقول الماس ده كيلو جرام، والفلوستي او السبيد متر بر ايه؟ متر بر سكند، بس حطيتها بين قوسين عشان خاطر الباور 2 ده هيتوزع على الماس، وهيتوزع سوري على المتر، ويتوزع على السكند. يعني هيبقى كيلو جرام في متر سكوير بر سكند سكوير. دي اليونت اللي احنا كنا لسه كاتبينها من شوية بسيطة للانرجي، اللي هي كانت كيلو جرام متر سكوير بر سكند سكوير او ام ال تي، بس المتر باور 2 والسكند باور نيجاتيف 2 عشان طلعت فوق. تاني رول خاصة بالبلاس والماينس، ودي ركز فيها عشان ناس كتير بتتلخبط فيها. البلاس والماينس بيقول لك ان انا لازم يبقى الدايمنشن زي بعض عشان اقدر اعمل لهم بلس او ماينس، والاجابة هتفضل زي ما هي. يعني لما يجيلك بلس او ماينس ال تي نيجاتيف 1 ال تي نيجاتيف 1، الاجابة هتنزل زي ما هي. طب لو كان ال تي نيجاتيف 1 ماينس ال تي نيجاتيف 1، برضو الاجابة هتبقى زي ما هي طالما زي بعض. لكن لو مختلفين، مثلا دي ال تي نيجاتيف 1 بلس ال تي نيجاتيف 2، هقول له لا ده undefined او not defined، الكلام ده ما ينفعش. لان انا ما ينفعش مثلا اقول لك انا هجمع 3 متر بير سكند مع 2 متر بير سكند سكوير، ما ينفعش اجمع velocity مع acceleration، ولا يونت ولا dimension، الكلام ده ما ينفعش. اما يقول لك مثلا ام ال تي نيجاتيف 1 بلس 5 ال تي نيجاتيف 2، قول له ده undefined او not defined، يبقى البلس والماينس لو زي بعض يبقى الاجابه تنزل زي ما هي. لو مختلفين undefined او not defined، يجي يقول لحضرتك ال A دي ال تي نيجاتيف 1 وال B دي ال تي نيجاتيف 1، ويجي يقول لك اعمل لي 2 A بلس B، ما يغركش الاتنين دي، احنا لسه قايلين في الاتنين ان هي ملهاش يونت وملهاش دايمنشن، يبقى هو عايز A بلس B. لو زي بعض تقول له الاجابه زي ما هي. احيانا اخرى بيجيبها لك صريحه بقى عشان يلخبطك، يقول لك 5 ام ال تي نيجاتيف 1 بلس 2 ام ال تي نيجاتيف 1. هاجي اقول لك مش الدايمنشن دي زي الدايمنشن دي، تقول لي اه، اقول لك يبقى نزل الاجابه زي ما هي. هتقول لي والتو، هقول لك يا باشا الارقام ملهاش دايمنشن. ولو كانوا مختلفين كانت هتبقى الاجابه نوت ديفايند او undefined. الرول الثالثه خاصه بالمالتبلاي وبالديفايدد، ودي احنا قلناها في نص الكلام، اللي هو لو جيت اقول لك عايز ام ال تي
negative 1 multiply LT بار negative 2. هينفع اعمل multiply لدايمنشنز مختلفة؟ هنعملها بقوانين الماس عادي. الماس نزل زي ما هو، L بار 1 تايم L بار 1 تبقى L بار 2، T بار negative 1 و T بار negative 2 احنا بنعمل الباور بلس هيطلع لك negative 3 يبقى T بار negative 3. طب بالنسبة للديفايدد، لو قلتلك M L T negative 2 divided M L 2 T negative 1، ال M هتروح مع ال M، وفي الديفايدد بنعمل minus الباور يبقى 1 minus 2 هتطلع لك الإجابة negative 1 يبقى L بار كام؟ negative 1. وبالنسبة للتي نيجاتيف 2 هنعملها ماينس نيجاتيف 1 هتطلع لك برضو نيجاتيف 1. الإجابة دي صح، ممكن لو مديك اختيارات يديك دي والاتنين واحد، يحط لك الماس باور 0 والال والتي زي ما هما. الاختيار ده صح والاختيار ده صح. النوعية دي من الأسئلة بتيجي كتير، يجي يقولك from the following equation ويدي لك equation كده measuring unit بتاعت C1 كام، وقال لك بحيث ان الاكس ده ال distance وبتتقاس بالمتر، والتايم ده بيتقاس بالسكند. طيب لو جينا مسكنا الاكويشن كده كتبناها اكبر شوية، هنلاقي ان هي بتتكون من ترم التاني التالت، اللي بيفصل كل ترم عن التاني الايكوال او البلاس والماينس، ده بتوع الماث هما اللي قالوا لنا كده. طيب لازم عشان تحط ايكوال او بلاس او ماينس يبقى الدايمنشن بتاع ده زي الدايمنشن بتاع دول زي الدايمنشن بتاع ده. اليونت بتاعه الاكس لوحدها هي اليونت بتاعه السي اف تي، هي اليونت بتاعه سي باور 2. طيب هو مديني الاكس دي الديستانس بالمتر، ومديني ده التايم بالسكند، يعني انا الترم اللي معايا كامل هو اكس بالمتر، يبقى لازم الاخ ده كله يبقى بالمتر ولازم الاخ ده كله يبقى بالمتر. يعني لو سألني على سي 2 هقول له يا باشا دي متر جدا. طيب لو سي 1 في تي لازم تبقى هي كمان متر، الترم على بعضه كله لازم يبقى بنفس اليونت بتاعت الترم التاني. ادي سي 1 التايم قلنا بالسكند وادي المتر، المالتبلاي يروح الناحيه الثانيه بالايه بالديفايدد، يبقى سي 1 اللي هي متر بير سكند، او ممكن تكتب متر سكند بار كام بدل ما هو 1 يبقى نيجاتيف 1 الاجابه اللي هي سي. ولو كان عايز الدايمنشن قول له ال تي بار كام باور نيجاتيف 1. if the displacement x of a body at a certain time t given from relation كذا كذا، عايز ال x مين وال b مين. طيب ادي ال x equal a t plus b root 2 t، ده ترم دول ترم ده ترم، ال x برضو بالمتر والتايم ده بالسكند، يبقى لازم ال a في ال t كلها تبقى بال a، تبقى زيها زي الترم ده بالمتر، يعني a في second equal meter يبقى ال a second تروح الناحية التانية بالdivided، يعني بقت meter per second او اللي هي ال t negative 1، يبقى ال a هتمشي ده يبقى ال b وال d في x. طيب نيجي نقول برضو ال b فروت 2 تي لازم تبقى بالمتر. طيب الاتنين ملهاش يونت وملهاش دايمنشن، ارميها في الزبالة. خدنا زمان ان روت اكس باور 6 مثلا باكس باور 3 كنا بنعملها ازاي؟ كان المستر يقول لنا السكوير روت فيه هنا 2 وبتعمل الستة ديفايدد الاتنين، الستة ديفايدد الاتنين بكام؟ بتلاتة. ولو قلتلك مثلا كيوبيك روت اكس باور 12 هتقول لي هعمل 12 اوفر 3 او ديفايد 3 هتطلع لك 4 باكس بار 4. يبقى لو جيت اقول لحضرتك روت اكس هتقول لي دي اكس بار كام؟ اكس بار هاف. ولو قلت لك كيوبيك روت اكس
يبقى دي اكس بار كام؟ باور تلت باور ثيرد. ليه بفكرك بالكلام ده كله؟ عشان ادي البي والتي دي اللي هي بالسكند هتبقى باور كام؟ باور هاف، لان ادي 1 وهي سكوير روت، فاعمل 1 اوفر 2 تطلع هاف. وادي متر، يبقى البي ايكوال متر والسكند دي هتروح بالديفايدد. ولو حضرتك عايز تحولها دايمنشن متر لينس والسكند دي تايم هيطلع فوق يبقى باور نيجاتيف هاف. اعمل الكلام ده بايدك مره واتنين لحد ما يثبت. خليك فاكر ان احنا قلنا اول درسين فيهم كميه مراجعه الناس اللي خدتهم في ابتدائي وفي اعدادي كتير، فما تزهقش وما تتضايقش ان انت بتراجع المساله دي، لان انت كده كده محتاجه. بادي الماس بتاعه ام، موف بفلوستي في، and its kinetic energy is ke. So which of the following relation may be correct؟ وبيفكرك ان الدايمنشن بتاعت الكينيتك انرجي ام ال 2 تي نيجاتيف 2 اللي احنا قلنا هنحفظها ان شاء الله. طيب هنمسك حاجه حاجه. كينيتك انرجي خلاص احنا عارفينها، الليفت هاند سايد عارفينه، يبقى لازم الرايت هاند سايد يطلع زي الرقم او الدايمنشن اللي احنا حافظينها. طيب ادي هاف وادي ام بار 2 وادي في. الهاف ليها دايمنشن؟ لا ملهاش دايمنشن. ده اطلع فوق كده، الام دي اللي هي مين؟ ماس، يعني كيلو جرام بار 2، والفيلوستي متر بير سكند. طيب يعني الماس بار 2، لينس اللي هو المتر بار 1، والتايم هيطلع فوق يبقى نيجاتيف 1. ده مش زي الدايمنشن بتاعت الانرجي، يبقى ده مش الاجابه. نمسك تاني حاجه، التو برضو ملهاش يونت وملهاش دايمنشن. الماس بالكيلو جرام، الفيلوستي متر بير سكند، يبقى كدايمنشن كيلو جرام ماس، المتر ده لينس، والسكند تايم باور نيجاتيف 1، ده برضو مش نافع. نمسك التالتة، الهاف دي ملهاش يونت ملهاش دايمنشن، كيلو جرام بالماس، والفيلوستي متر بير سكند لازم من قوسين باور 2، يبقى ده كيلو جرام متر بار 2 سكند بار 2، يبقى دي كيلو جرام ماس، واللينس اللي هو المتر بار 2، والتايم اللي هو السكند بس هيطلع فوق يبقى نيجاتيف 2. ده صح، يبقى تالت إجابة هي الصح. يبقى احنا في سؤال زي ده وهتلاقي زي كتير في الواجب، انت عايز تمسك الناحية الشمال والناحية اليمين يطلعوا لك نفس الدايمنشن او نفس اليونت عشان يبقى الايكويشن صح. فكرة أخرى، مديك الكي والزد والواي والإكس، إكس ال تي بار نيجاتيف 1 الواي زيها، والزد ال تي نيجاتيف 2 والكي بتي. لقيت ده زي ده، يبقى دول ينفع تعملهم بلس وماينس، يعني ينفع أحط الإكس والواي كده كل واحدة ترم. طيب بالنسبة للزد والكي، لا دول ما ينفعوش يبقوا ترم معاهم، يعني ما ينفعش يبقى ده اكس ال تي باور نيجاتيف 1 وده ال تي نيجاتيف 1 وتقول لي الزد ال تي نيجاتيف 2 وهتعملها زيها، يبقى اول واحده دي ما تنفعش. وكمان الكي بي تي ما ينفعش يبقى كل ترم في ايكويشن بدايمنشن مختلفه. طيب دلوقتي هل الثلاثه في بعض هيديني ده؟ استحاله الاكس لوحده والواي لوحده هما ايكوال، والواي اما اضربها في حاجات يطلع لي نفس الدايمنشن، ده استحاله. طيب الحل بتاع حضرتك ان انت هتجرب الزد في الكي ملتبلاي مره وديفايدد مره وديفايدد العكس مره كمان، عايز تشوف مين من دول اللي هيطلع لنا في الاخر زي الاكس والواي. الزد ال تي نيجاتيف 2 والكي بتي الا تنزل زي ما هي، والمالتبلاي بنعمل بلس الباور، يعني نيجاتيف 2 بلس 1 هتطلع لك نيجاتيف 1. يبقى اول واحده هي اللي نفعت، يبقى انت عندك الاكس ال تي نيجاتيف 1 والواي ال تي نيجاتيف 1 والزد في الكي ال تي نيجاتيف 1، الترمات الثلاثه زي بعض، يبقى الايكويشن دي زي بعض. عايز تجرب دي وتشوفها وتجرب دي وتشوفها زي السؤال اللي فات، جربهم، بس هي باللوجيك كده وبالعقل وبالفهم مش هتنفع. ده معظم الاسئله اللي بتيجي في الدايمنشن، وشوفوا الفيديو بتاع الواجب بعد ما تجربوا تحلوا هتلاقوا فيها افكار تانية.
الدرس تقيل، الدرس تقيل، بس عشان في كمية ماث كبيرة كتير، في كمية ماث هتقعد تراجع فيها كل جزئية هتفكرك بحاجة. ما تتضايقش، ما تزهقش، اشتغل في الدرس ده كتير. الدرس ده عايز تحل فيه بإيدك كل اللي احنا حليناه مع بعض هنا في الفيديو في الحصة، حله بإيدك مرة واتنين وتلاتة لحد ما تتعود عليه. ولو في أي حاجة مش واضحة قولولي ونظبطها سوا بإذن الله. السلام عليكم.